التحديات اللي واجهتها في هذا البرنامج انه رياضة الجولف كل الناس مفكرين انه هي رياضة للكبار بالسن والمتقاعدين، بس هي فعليا لا. وهذا ما يدل انه من اول ما بدأنا البرنامج من شهر 5 الى حد الان عندنا اكثر من 400 مشتركة معانا في الجولف. بدأت رياضة الجولف من 5 شهور، كنت أتابع الجولف من زمان لكن جتني الفرصة واستغليتها. المضحك في الموضوع أنه صحباتي كانوا يضحكون علي يقولون تلحقين الكور، لكن نشوف من يضحك في النهاية لما أدخل المنتخب السعودي إن شاء الله.